هذا وشارك مهرجان الملك عبد العزيز للابل في نسخته السابعه التي تقام في شمال شرق الرياض بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه. شارك مملكه البحرين فرحتها بالاعاده الوطنيه ووزعت اداره المهرجان الاعلام والشارات تعبيرا عن عمق اواصر الاخوه والتلاحم بين الشعبين السعودي والبحريني وتاكيدا على وحده المصير المشترك بين البلدين الشقيقين. وتشهد العلاقات الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية قدرًا كبيرًا من التنسيق وتطابق الرؤى والمواقف في القضايا الإقليمية والدولية، إذ تترجم هذه العلاقات معنى الشراكة الحقيقية والتعاون في المجالات كافة.